في فصل النهاية لما تقف وتبص في حياتك، تبص ورا كده بتحس ان ايه اللي فاتك؟ لا انا ما فاتنيش اي حاجة، انا مولود في بوقي معلقة ذهب بجد. مش لازم اللي فاتك يكون مادي، وبعدين انت لسه لا معترف. لا مش مادي، قصدي اقول لك معترف في اول أنا الحوار رحت كتير ان انت ان انت كنت في حدائق القبه وكنت متضايق. أيوة اول خمس سنين والميكانيكي بس. وبعدين بقيت مولود في بقك معلقه ذهب. ايوه مش ممكن. عند الكشك ما هو في تطور حصل، بقيت طبقي فجاه اول ما ربنا كرمك، بقيت طبقي على طول في ثانيه. حققت كل امنياتك؟ مفيش ولا امنيه فاتتك؟ لا في اماني كتير ما فاتنيش واحلام كتير. شفت بقى انك متسرع. متسرع جدا، متسرع. بس يعني قصدي اقول انه مش مولود في ذهب كفلوس، قصدي اقول مولود في ذهب يعني اتعلمت في مدارس خاصه، يعني سافرت بلاد كتيره جدا مع ابويا وامي من وانا صغير. ده بالنسبه لي كان ده اكتر من الفلوس. الواحد دي انت الاماني بالنسبه لك فلوس؟ انا الاماني بالنسبه لي فلوس مادة؟ جدا بحب الفلوس جدا، بعشقها عشان اسافر وارجع، اسافر اطيرها وارجع تانية اعملها واروح رايح مطيرها وبعدين ارجع. طب غير الفلوس والذهب الياقوت والالماس بقى والمرجان والمرجان والريحان، غير الامنيات الماديه اوكي، ايه الامنيه اللي في حياتك، حاجه كنت بتحبها وانت صغير او حاجه كان نفسك تعملها ما عملتهاش؟ حاجات كتير، منها ان انا نط من فوق طياره. بس دي انت فيها تقدر تعملها، مفيش حاجه فاتتك مش هينفع تعملها فات اوانها؟ لا انا اعتقد الحمد لله انا قفلت المنهج وعملت كل حاجه. انت وداخل قفلت بقى المنهج داخل على 50 بقى. حطيت صوره فاروق الفيشاوي على انستجرام وكتبت نفسي اروح له، كنت وقتها طبعا بتدور على الرحمه والراحة؟ اكيد اكيد. كان ايه اللي مضايقك؟ ما كانش حاجه مضايقني، هو وحشني لان هو كان من اطيب والذ واجمل خلق الله، فاكيد عايز اروح له اقابله في الجنه اكيد. وفي نفس الوقت هو وحشني جدا جدا يعني.